بعد طيب كريم مبارك إلى دستور الأرض والسماء كلام الله خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا مع القرآن الكريم نتلوه عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد سعد السقا القارئ بمصر والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء والمقيم بهذه البلدة العابرة نسأل الله له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
سبحان الله عما يشركون. هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.
فاسجد لله فاسجد لله واعبد فاسجد لله واعبد بسم الله Oh,
صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتحسن بها أخلاقنا وتوسع بها أرزاقنا وتشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا وتهدي بها شبابنا وتستر بها بناتنا وتربي بها أولادنا وتربي بها أولادنا. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدتنا. اللهم ارحم فقيدتنا. اللهم اسكنها فسيح الجنة. شفع فينا الصيام والقرآن وصالح الأعمال. اللهم شفع فينا سيد الأنام. اللهم أنزل علينا في قبرنا الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل عين أميرنا نورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة في كل مكان، انصرهم يا الله نصرا عزيزا يليق بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بحبيبك ومصطفاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين الفاتحة. هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا مع طيب الكلم وخير الحديث، عشنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تلال مسامع حضرتكم فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السجى القارئ والمقيم بهذه البلدة، إدارة السيد ياسين، إدارة الحاج جمال بكر وأولاده، الحاج جمال بكر وأولاده المقيمين بالمسيح. كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلم آلها وزيها الستر والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.